الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. أشكر الجمعية الفرنسية ومندوبية الثقافة على استضافتي لكوني تم استدعائي للمرة على ما أظن المرة الرابعة بإحياء هذه السهرات اللي هما ليفينمون ديال ليالي رمضان. وفي الحقيقة كانت مبادرة جد طيبة، ولقينا يعني تجاوب كبير مع الجمهور، رغم أنني ابن منطقة، أنا ابن منطقة الدكالة من مدينة الجديدة. كان لي كبير شرف وحظيت بهذا الشرف أنني شاركت وأعطيت ما في جهدي لإرضاء جمهوري وجمهور جديدي. كانت شذرات ربانية ونفحات صوفية، بطبيعة الحال بصحبة الجوق المحلي اللي هو جوق جمعية الأفراح اللي أترأسها عبد ربيه تيسى عبد اللطيف. الحمد لله، أهم من هذه المسائل هو أن الحمد لله كنا عند حسن ظن الجمهور، وكنتمنوا السنة المقبلة والسنوات المقبلة إن شاء الله يكون يعني العطاء ديالنا أكثر فأكثر. وتحية للجمهور الجديدين اللي ساندنا واللي لقينا منه إقبال، وهذا الشيء اللي غنقول يعني هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا الحمد لله كنا عند حسن ظن الجمهور. وتبارك الله عليكم، وكنشكر جريدة أشواق اللي دائما يعني تاهي كتبع المسيرة الفنية ديال الشباب وخصوصا الشباب المحلي، فمزيدا لها من التوفيق ومسيرة موفقة إن شاء الله. ورمضان مبارك سعيد، تعموا علينا وعليكم بالصحة والعافية وبالأمن والأمان والطمأنينة والسكينة لهذا البلد، وعاش سيدنا محمد السادس. وتبارك الله عليكم، شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وتبارتاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.